أهلا ومرحبا بحضراتكم مشاهدينا الكرام لحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي واجه الصحافة، وحلقة هذا الأسبوع تدور عن منظومة إدارة المخلفات وخطط وآليات تنفيذ هذه المنظومة في ضوء التوجيه الرئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل هذه المنظومة ومواصلة الجهود المبذولة لتفعيل هذه المنظومة لإدارة المخلفات لما لها من مردود كبير على الحياة اليومية للمصريين في مجالات مختلفة، في الحد من التلوث البيئي والبصري والسمعي أيضا، والحد أيضا من الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات وخفض تكلفة التدهور البيئي، فضلا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة هذه المخلفات وتوفير فرص عمل جديدة مبنية على هذه المنظومة ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة. وأكد الرئيس في هذا الصدد أهمية أن يشعر المواطنون بتحسن ملموس في هذا الموضوع الحيوي في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين المصريين. على إتحال للحديث حول هذا الموضوع يشرفنا ويسعدنا أن يكون ضيوفنا الكرام في هذه الحلقة من واجهة الصحافة الأستاذة سوزان زكي، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية والمسؤول عن ملف البيئة بالجريدة. بنرحب بك يا أستاذة سوزان، شرفتينا فندم. والدكتور أحمد خليل الخبير البيئي بالمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. بنرحب بك يا دكتور أحمد، شرفتنا. أهلا وسهلا بحضرتك. كالعادة بنستأذن حضراتكم نقرأ مع مشاهدينا الكرام أهم ما جاء في الصحافة في الفترة السابقة لمتابعة هذا الموضوع من واقع ما طرحته الصحافة حول منظومة إدارة المخلفات وكيفية تنفيذ هذه المنظومة. نقرأ مع حضراتكم أهم الموضوعات بعد فاصل قصير. بنبتدي مع حضراتكم قراءتنا الصحفية من صحيفة الأهرام، وتحت عنوان البيئة تبدأ سلسلة لقاءات مع وفد من كوريا الجنوبية للتعاون في إدارة المخلفات. تقول التفاصيل: بدأت وزارة البيئة سلسلة لقاءات مع المعهد الكوري للصناعات البيئية والتكنولوجيا التابع لوزارة البيئة الكورية لبحث إمكانية التعاون في مجال إدارة المخلفات الصلبة، وخاصة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونقل التكنولوجيا في هذا المجال بحضور مجموعة الشركاء في منظومة إدارة المخلفات والخبراء الفنيين. صحيفة الشروق من جانبها قالت في أحد عناوينها: أربعة وزراء يبحثون دعم مشروع مكافحة التلوث وإدارة المخلفات الصلبة مع البنك الدولي، حيث عقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اجتماعا مع بعثة البنك الدولي المعنية بمشروع مكافحة التلوث وإدارة المخلفات الصلبة، وذلك في إطار دعم الدولة للحد من التلوث خاصة في محافظات القاهرة الكبرى وتحسين معيشة المواطنين. بنتحول لصحيفة الوطن التي جاء فيها: السيسي يبحث تطورات خطة إدارة المخلفات الصلبة وتنمية الصعيد، حيث عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لبحث مستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة وتطورات تنفيذ برنامج تنمية محافظات الصعيد، وناقش سيادته رفع كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات والمعالجة والتدوير والتخلص الآمن، فضلا عن رفع الوعي البيئي لدى المواطنين في التعامل مع المخلفات وتداعياتها على الصحة العامة والبيئة. بنختتم هذه القراءة الصحفية من صحيفة اليوم السابع، وتحت عنوان متحدث الرئاسة يكشف جهود السيسي في بلورة منظومة المخلفات الصلبة، حيث قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الدولة بأجهزتها المختلفة سواء وزارة البيئة أو التنمية المحلية أو وزارة التخطيط والجهات المختلفة بذلوا جهدا كبيرا في بلورة المنظومة منظومة إدارة المخلفات الصلبة التي سترى النور قريبا. وأشار المتحدث باسم الرئاسة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع على المراحل والموقف الخاص بالخطة
الذي بصدد الدولة تنفيذها ممثلة في وزارة البيئة والتنمية المحلية ووزارة التخطيط في إدارة المخلفات الصلبة على مستوى الجمهورية، متمنيا أن يتم تطبيق الخطة بأعلى مستوى وأعلى معايير. بنبدأ مع ضيوفنا الكرام بعد فاصل قصير النقاش والحديث حول هذا الموضوع. من جديد لحضراتكم التحية، وبرحب بكل من ضيوفي الكرام الأستاذة سوزان زكي والدكتور أحمد خليل. وابتدي مع حضرتك يا أستاذة سوزان، يعني لو تعطينا فكرة من وجهة نظر حضرتك على تقييم الوضع البيئي في مصر، يعني حال البيئة في مصر شايفاه ازاي؟ إذا احنا هنتكلم على منظومة المخلفات بالتحديد، فأنا عايزة أقول إن دي تراكمات قديمة جدا. يعني طالما وجد الإنسان، طالما وجد نشاط، أصبحت هناك مخلفات. مظبوط. ومن قبل ما يبقى في وزارة البيئة، هي أصلا وزارة البيئة أنشئت سنة 97، كان في قبلها جهاز شؤون البيئة، لكن كان في كمان محليات كانت قائمة بعمل جمع القمامة من المنازل، من الشوارع، والنظافة والتجميل. وشركات، يعني هيئة نظافة القاهرة، اللي بنسمع عليهم مظبوط. هيئة نظافة الجيزة، مظبوط. كانوا هم دول اللي بيقوموا بالعمل. الحقيقة على مدار السنين، من يعني هنقول لغايه ما بقت وزاره البيئه موجوده، ومع بدايه وزاره البيئه سنه 97، كانت التراكمات، يعني كان عندنا في مصر، في القاهره وفي الاقاليم، تلال من تراكمات آلاف القمم، الأطنان عامله بتنتج يوميا. جبال جبال من المخلفات، ومن مخلفات القمامه طبعا. ابتدوا يعني قد يكون ابتدى تسليط الضوء اكتر على القمامه من ساعه ما بقت وزاره البيئه، من ساعه ما انشات وزاره البيئه، وبقى اهمها الاول، بقى من اولوياتها مواجهه المخلفات، باعتبارها انها تحدي اساسي للحفاظ على البيئه يعني. تمام. وكل وزير، يعني احنا تعددنا كذا وزير جه، والحقيقه كل واحد ادلى بدلوه، كل واحد قام بجهد وحاول في المنظومه، تمام. وحاول فيها، والحقيقه يعني كل واحد مشي خطوه. هنوصل مع حضرتك لتقييم المنظومه، وطبعا اسباب الوضع اللي ممكن يكون محتاج منظومه جديده بشكل اكثر كفاءه، بعد ان نطلع ايضا على راي مبدئي من الدكتور احمد خليل. حابب اعرف راي حضرتك في موضوع القمامه او المخلفات، على اعتبار انها مشكله يمكن ان تدار بشكل مختلف، وفي بعض الدول يمكن ان تكون ثروه. تمام. يعني خليني يعني هبتدي من نهايه كلام حضرتك. تمام. لتصحيح المفاهيم، عشان اول طريق الحل ان احنا نعرف المشكله. القمامه ليست بثروه. القمامه ليست بكنز. يعني عشان خاطر، للاسف ان ده في بعض من الاوقات الناس كانت بتاخد الكلام من سياقه، وتقول تاخد جزء من مثلا من بعض الاخبار العالميه وبعض المجهودات الدول الاخرى، فيقولوا لا دي كنز، ده بيطلع منها فلوس. يعني خلينا، جميع الدراسات المصريه والاجنبيه بتقول ان الجزء ذات قيمه في المخلفات بيغطي 30% بس من التكلفه. كويس قوي الجمله ديت، وديت انا هبني عليها حوار شديد السخونه مع حضرتك بعد قليل، لكن طبعا اكمل كلامك، انا مش عايز اقطع حضرتك. لا تمام. فهو دلوقتي احنا التكلفه الفعليه لطن المخلفات، تمام، الجزء اللي بيجي منه عائد 30%، فانا عندي 70%. فالمخلفات هي خدمه عامه، زيها زي الصرف الصحي، زيها زي الكهرباء، زيها زي التعليم. فخدمه بتبقى مدفوعه الاكس 70% تقريبا، بتقوم بيها الحكومه او تمام. بيقوم بيها الافراد او تمام. مع بعض. تمام. فنرجع للجزء الاولاني بتاع حضرتك، المخلفات لا، هي جزء تحدي كبير. انا سعيد قوي انه من بدايه الحديث، طبعا انا ما بعبرش عن رايي الشخصي، وربما يعني ناقل لهذه الفكره او لهذا الراي، فكويس ان حضرتك يعني قلت انه المخلفات ليست بثروة كما يشاع. طبعا. خلينا نرجع للموضوع دوت ونشوف ال 30% من القيمة ممكن تكون مفيدة ازاي، وايه ال 70% الباقيين، بعد ما نتابع مع حضراتكم ومع مشاهدينا الكرام تقرير حول موضوع الحلقة، ثم نعود لنستأنف ونستكمل الحوار والنقاش مع ضيوفنا الكرام. خلال مؤتمر الشباب الأخير الذي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي الضوء على أزمة مخلفات المصانع والمنازل، موضحا أن الدولة تحتاج إلى موارد لإعادة تدوير نحو 26 مليون طن في السنة من هذه المخلفات. وفي هذا الإطار وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، حيث نص مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة تسمى جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
يهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، بالإضافة إلى جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. وكانت وزارة البيئة قد أعدت خطة وطنية جديدة لجمع المخلفات والقمامة تتكلف نحو 7 مليارات جنيه سنويا، وتقوم الخطة على تحفيز الاستثمار في المخلفات ووضع منظومة لتمويل القطاعات العاملة في مجال إعادة التدوير، فضلا عن إنشاء منظومة جديدة لإدارة المخلفات، كما يتم التنفيذ من خلال تحالفات بين شركات المساهمة ومتعهدي القمامة والجمعيات الأهلية. وتنقسم المنظومة الجديدة إلى 4 أجزاء، يختص الجزء الأول بجمع ونقل ونظافة الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية، والثاني لإدارة المحطات الوسيطة، والجزء الثالث لإدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير، والجزء الرابع لإدارة المدافن الصحية. وطبقا للخطة فإن تنفيذ المنظومة سيتم خلال 4 أعوام مالية. هذا وتعد منظومة النظافة منظومة متكاملة تعمل عليها عدة وزارات، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية. من جديد لحضراتكم التحية، وبنرجع لضيوفنا الكرام، وتحديدا هنبتدي هذه المرة مع الدكتور أحمد خليل، لأنه كان في اشتباك قبل هذا التقرير مع معلومة قالها، وهي أنه القمامة أو المخلفات ليس كما يشاع بثروة، وأنه فقط 30% من هذه المخلفات يمكن أن يعاد تدويره أو يكون مصدر لربح او كسب. حضرتك تشرح لنا ايه 30% وايه 70%؟ انا بقول 30% من التكلفه، بس خلينا برضو ناخدها بالجزء زي ما حضرتك بتقول. لو قلنا المكونات المخلفات في اي مكان في الدنيا لازم بيتعمل حاجه اسمها ويست كاركترايزيشن، اللي هو تحديد تصنيف المخلف. لو قلنا في مصر اللي هو الشائع، هو طبعا بيختلف من محافظه لمحافظه ومنطقه لمنطقه، بس لو قلنا الشائع على مستوى الجمهوريه احنا بنتكلم على حوالي اكتر من 60% مكون عضوي. بنتكلم على اللي بتخرج من البيوت يعني. لا انا بتكلم على 100% من المخلفات البلديه بتخرج من البيوت. 60% منها مخلف عضوي، ما يزيدش عن 10% مخلفات بلاستيكيه، وبعدين بعد كده المخلفات الاخرى. فاحنا لو بنتكلم مثلا او اللي هي المخلفات او كل الكمامه كنز، كان النباشين خدوها كلها. انت حضرتك لو بتشوف النباشين موجودين في الشارع بياخد هو بياخد الجزء اللي له قيمه اللي هيستفيد منه. ولو بصينا كنسبه ما بيزيدش عن 30% من تكلفه. لو احنا انا بتكلم كمان على التكلفه، يعني لو الجزء اللي له عائد، لو شفنا 30% من العائد اللي هيجي منه ده ما بيغطيش اكتر من 30% من المنظومه. لو حضرتك نتكلم بالارقام، طن المخلفات بيتكلف حوالي عشان يحصل تخلص امن منه حوالي 400 جنيه للطن. الجزء اللي له عائد ما بيزيدش عن 120-130 جنيه، فالنسبة والتناسب يبقى اقل من الثلث. هنرجع للتفاصيل اكتر ونسال حضرتك اكتر، بس ناخد وجهه نظر حضرتك يا استاذ سوزان في الموضوع ده. الحقيقه انا عايزه اقول يعني احنا بناخد دايما من الدول، يعني ان احنا تبادل الخبرات مع الدول اللي سبقتنا في المنظومه دي. طبعا كل العالم النظيف اللي احنا شايفينه وباصين له، بالتحديد مثلا هتكلم عن المانيا، واحنا في مصر الحكومه يعني ذابت منها بعثه لالمانيا لدراسه المنظومه والتطبيقها في مصر، كويسه لاعاده تدوير المخلفات والتجربه الالمانيه ان احنا نقدمها في مصر. فألمانيا بالتحديد كل واحد بدفع فلوس للبلدية علشان تيجي تاخد مني الزبالة. تمام. يعني ومش بس كده، أنت لا تملك زبالتك. تمام. يعني في ألمانيا أنا ما أملكش أن أنا أتصرف في الزبالة بتاعتي، لا. أيوه. دي البلدية بتيجي تاخدها منك، وكانوا بيدفعوا حوالي 7-8 يورو، والكلام ده من كذا سنة يعني. كانت هي دي مقابل الخدمة يعني. مقابل الخدمة. لكن هو على حتة انها الحكومة هي نفسها اللي بتقوم، هي اللي بتقوم بعمليات التدوير. تمام. لانها عمليات واسعة جدا وعمليات كبيرة جدا. تمام. وعايز اقول حاجة تانية برضو، يعني برضو انا لقيتها في المانيا بالتحديد. انهم بيلموا المخلفات وفي الاخر بيقدروا يفرزوا فيها حاجات مفهوم ممكن يعني حاجات لها حاجات قيمة كويسة يعني. لها قيمة وبيعملوا لها معرض. أيه. وصاحبها ما يقدرش يقرب منها. أيه. صاحب الزباله طالعه من عندي انا ما اقدرش اخد منها حاجه. مفهوم. لكن حضرتك لازم نبقى فاهمين، لازم نبقى فاهمين إن انا علشان اتخلص من زبالتي لازم ادفع فلوس، لازم مفهوم. ادفع. مفهوم. وهي مسؤوليه كمان مشتركه، لان حضرتك قلتي الدوله بتقوم بدور والمواطن بيقوم بدور. طبعا. ربما في دول اخرى زي مصر مثلا القطاع الاهلي او النشاط الاهلي في جمع القمامه وفرزها والتخلص من البواقي
دور مثلا مشارك لدور الدولة إن ما كانش في بعض المناطق مثلا مسيطرين أكتر بالعكس، أو إن الدولة يعني تركت لهم هذه الساحة لأسباب أخرى. على كل دي نقطة نرجع لها، لكن أنا حابب إن حضرتك تصنف لنا أكتر، لأنه بنسمع كتير وعلى مدار السنين الطويلة في مصر إنه في شركات من الصين أو من أوروبا بتيجي تستفيد من هذه المخلفات، سواء في تصدير بواقي منها أو نوعيات منها معينة. النسبة والتناسب اللي حضرتك قلت عليها كلها متعلقة بالمخلفات البلدية. الطرح المقصود ليه ما يكونش في نوع من أنواع التعميم للفرز، مش عايز أقول من المنبع في البيوت بس، ولكن كمان للاستفادة بالمخلفات اللي ممكن تخرج من مصانع في صناعة كومبوست أو التخلص منها بشكل عام. يعني خليني هرجع بس لحضرتك خطوة لورا. احنا دلوقتي لو بنتكلم على عملية فرز من المنبع مش هي دي الخطوة الأولى اللي لازم نتبعها. تمام. احنا كدولة مؤخرا الحمد لله نتكلم في آخر 4 سنين الدولة أدركت إن المخلفات هي صناعة. تمام. هي ما هياش شيء مبسط، هو علم وصناعة. بنتكلم إن في حاجة منظومة جمع، منظومة نقل، منظومة معالجة، منظومة تخلص. مش ده اللي كان موجود، الفكر القديم اللي كان موجود في الثمانينات والتسعينات ان هو احنا عندنا حد بيجي ياخد الكمامة من البيت ويحطها في اي مكان. احنا اكتشفنا ان احنا بنحطها في اي مكان هي موجودة. يعني دلوقتي عيب موجودة سواء في صحاري او غيره موجودة. وفي اماكن احنا ممكن في ممكن اماكن تبقى قريبة من بيوتنا، لا احنا ممكن في وقت ما ساعة التخطيط، يعني مثلا في التسعينات والالفينات ما حدش كان بيفكر اللي الجزء بتاع الوفاء والامل ده ان هيبقى في حاجة اسمها محور المشير، هيبقى في حاجة اسمها التجمع الخامس. فاحنا نشيل اطنان وجبال من القمامة. فاكتشفنا ان هو علم ويجب التعامل على انه علم وصناعة. طب احنا عشان يبقى عندنا علم وصناعة يبقى لازم يبقى عندنا جزئين، بنية تحتية، يبقى لازم الدولة تستثمر سواء بشكل مباشر في بنية تحتية، سواء بتنفيذها بشكل مباشر أو عن طريق الاستعانة بالقطاع الخاص أو بدمج البديلين. تمام. الجزء الثاني لازم يبقى عندنا ناس أكاديميين، لازم يبقى عندي حد في الكلية اسمه أخصائي مخلفات، لازم يبقى عندي مهندس خارج يعرف يعمل مصنع تدوير، لازم يكون يعرف يعمل مدفن صحي عشان خاطر هو ما هواش زيه زي أي حاجة تانية هندسية أو حاجة مدنية أو حاجة معمارية. فلازم يبقى عندي الجزء اللي هو يدعو بالصناعة والجزء الأكاديمي. فمؤخرا بقى من خلال الحكومة بدأوا ينسقوا مع كثير من الجامعات، إن بدأ يحصل فيه تدريبات مشتركة مع كثير من الدول، وفي نفس الوقت اللي هو جزء الأهم الدولة بدأت تستثمر. يعني مؤخرا الدولة الحكومة نقطة مهمة جدا ومشتبكة مع النقطة اللي طرحتها الأستاذة سوزان، كأنك تقول أن الدولة مجبرة على العودة للساحة بالإضافة لأنها صناعة لأدوار مختلفة. هرجع لحضرتك في النقطة ديت، يمكن عشان نتكلم على نقطة الفرز ممكن يتم في أي مرحلة، ونرتبط بالنقطة ديت يا أستاذ سوزان في نقطة أنه في مخلفات يصعب التخلص منها. يعني معرفش حضرتك متابعاتك لمخلفات البناء مثلا، يعني بيبقى فيه أحيانا أطنان وألاف الأطنان وجبال من المخلفات اللي خارجة من المباني في إعادة تعمير مسكن أو ما شابه ذلك، بتبقى كميات كبيرة جدا. دي هيتم التخلص منها إزاي؟ هم الحقيقة في مدافن خاصة بيها، بس هو كمان دلوقتي بقى في وزارة البيئة وفي جهاز تنظيم المخلفات في جزء منه، أو في يعني جهود اتعملت في الجهاز ده علشان إعادة تدوير مخلفات البناء والاستفادة منها بإنها ما تترميش وخلاص، وبعدين ما تتراكمش وبعدين القانون الجديد قانون المخلفات بيحرم ان انا احط قدام بيتي الهدد اللي طالع من عندي، والمفروض ان بيبقى فيه خط سير للسيارات اللي بتنقل المخلفات البناء دي بحيث انها يبقى لها مكان محدد بتلقى فيه. يعني هي مسؤوليه، هي مسؤوليه من اول من ساعه ما انا طلعت من بيتي الهدد لحد ما لحد هيجي ينقله، لحد العربيه اللي هتوديه وهتوديه فين، في اماكن مخصصه. دكتور احمد المتعلق بفكره ان الموضوع يبقى فيه استثمارات من الدوله، الموضوع يبقى بالتأكيد فيه دراسه اكاديميه، الموضوع يبقى فيه صناعه مش اشكال تقليديه قديمه، يعني اضافه للي قاله في الجمع والمعالجه والمسائل دي كلها. هل حضرتك اي اضافه على اللي قاله؟ لا، لازم الدوله يبقى لها اليد العليا في هذه المنظومه بجد. لان اصلا اي حد هيدخل في المنظومه دي علشان ادخل واتشجع واشجع الشباب انهم يدخلوا، لازم يبقى فيه يعني حوافز معينه بتقدمها الدوله. تمام. وهي يعني الحقيقه في وزاره البيئه بتعلن ان احنا عايزين نشجع الشباب وعايزينهم يعملوا مشروعات صغيره، ده على اعتبار انه هيوفر فرص عمل. طبعا بيوفر فرص. تمام. عمل. تمام. لازم يبقى في حوافز ليهم. تمام. يعني احنا مش هنسيبهم كده للشارع. اكيد. طب بما ان حضراتكم اتفقتوا انا مضطر ان انا اتبنى مؤقتا موقف الضيف الغائب واختلف معاكم. حضرتك قلت كلام كتير عن مساله الجمع والمعالجه. الفكرة انه مرحلة الفرز اللي حضرتك ممكن تكون يعني بتنسبها للمنظومة القديمة او التقليدية، انا عايز رأي حضرتك فيها في بعض المخلفات اللي ممكن
يتم الاستفادة بها من خلال عملية الفرز، ومين اللي هيفرزها وفين؟ لا، الفرز من المنبع ده شيء مهم جدا. أنا ممكن يكون كلامي وصل بطريقة غير صحيحة. فرز شيء مهم جدا جدا، وكل الدول المتقدمة تقدمت بعد ما وصلت مرحلة الفرز من المنبع، عشان هو بيقلل التكلفة في مراحل المعالجة وجميع المراحل. ازاي استاذ المشاهدين يستفيدوا من ده؟ لكن انا لو بدأت دلوقتي بقول ان وقفت، قلت ان انا مش هشتغل الا لما يبقى في فرز من المنبع. الفرز من المنبع بيحتاج سنين، ان هو ثقافة وتربية. ان انا دلوقتي بقى الموضوع عادي، ان انا لو عندي طفل دلوقتي في المدرسة اتعود ان هو لازم ما بيجي يتخلص من مخلفاته، الورق بيحطه في الباسكت اللي لونه ازرق، الجزء العضوي بيحطه في الباسكت لونه احمر، وهكذا بيبدا يتعلم. فكره دكتور احمد انه في حد طرح مره طرح بيسهل مساله كتير على المصريين، يعني طلب انه بس المخلفات الصلبه تتحط في كيس او في سله، والمخلفات اللينه او العضويه تتحط في سله ثانيه. وده دول كتير جدا. لو كوريا الجنوبيه، كوريا الجنوبيه بتشتغل بنظام الكيسين، ايوه، جزء للعضوي وجزء المخلفات الاخرى. العضوي ده ممكن يتم تحليله ككومبوست، وافتكر الصلب بقى ممكن فرزه من ورق البلاستيك اللي بيتعمل اللي هو الام اي ار فاسيلتي، بيبدا يتم الفرز فيها جميع المخلفات. ساعتها قدرنا نتخلص من كل المخلفات اللي خارجه من البيوت طبعا. بس انت لو حضرتك موضوع الكيسين ده برضو ده تربيه، انك تعمل كده انه هياخد وقت، هياخد وقته. بس القصد ان انت حتى لو عملت كيسين، هل انت عندك عناصر بنيه تحتيه اللي هتفتكر ان الدوله شجعت برضو المواطنين يا دكتور طبعاً. احمد لما عملت الاكشاك الخاصه بتلقي المخلفات من نوعية البلاستيك والصفيح والحاجات دي كلها، وإنه يكون لها وزن وقيمة يعني. ومع ذلك التجربة برضو ما نجحتش. هي هقول لحضرتك، يعني هي مش الدولة، هي كان بعض الأفراد اللي عملوا بعض الجزء اللي هو الانيشيتيف، معتبر مبادرة يعني طيبة، بس هي غير مكتملة زي ما قلت حضرتك. هو دلوقتي طب احنا عملنا كشك، المواطن هنعتبر ان المواطن، مع ان هقول لحضرتك اللي حصل بالفعل يعني، المواطن جاب الجزء ده وفرش في بيته ونزل، طب هو اداك الجزء اللي هو ذات قيمه، طب الجزء الثاني هيودي فين؟ حضرتك ما قلتلوش يحطه فين؟ فسابه جنب الكشك، لا اما رماه في اقرب مكان، فتحول الكشك لمقلب زباله. فالكشك تحول لمقلب زباله. الجزء الثاني ان هو لا، فعليا لما الموضوع ده اتعمل له تقييم، اللي بقى بيعمل الموضوع ده بعض العناصر الاخرى، يعني بعض الناس اللي هم مسؤولين عن الامن في العمارات او البوابين في العمارات، هو اللي بقى بياخد القمامه ويفرزها في الاوضه تحت، وياخد الجزء اللي ليه قيمه، يقوم بعمليه الفرق، بيقوم بعمليه النبشه. ده مش حاجه غلط، ايوه، وكويس، ومفيش مشكله ان يبقى في حاجه رسميه، والكشاك دي وفرت فرص عمل، بس لازم نقفل الدايره. يعني اعمل حاجه للجزء الثاني، كنت تعمل مكان كملها ان هو ده خد الجزء اللي له قيمه والجزء اللي ملوش قيمه يبقى له مكان، يبقى ليه مكان، عشان خاطر هو اتساب في الشارع ما حدش راضي ياخده. لا عامل النظافه الطبيعي اللي هو بيحب ياخد الكلام ده، عشان قصه كبيره. احنا بقى هنتكلم في عامل النظافه، وهنتكلم في شركات النظافه، وهنتكلم في ادوار البلديات والمسائل دي كلها، ولكن بعد ان نتحدث ايضا مع الاستاذه سوزان على دور المواطن. يعني اضافه للي قاله، اكيد قضيه الوعي، اكيد قضيه السلوك، اكيد قضيه اعاده التدوير حتى في بيوتنا. حضرتك بتقولي انه في المانيا ممكن يبقى خارج من بيت مواطن مخلفات هو مش عارف قيمتها، او ممكن يعاد تدويرها، او ممكن يصنع بيها تحف من الصفيح او البلاستيك او غيره، وحضرتك قلت تشبيه جميل، ما يقدرش ان هو يستردها تاني، خلاص ما بقتش بتاعتك. طبعا. هل عندنا كمصريين اساس لهذه الثقافه يمكن ان يبنى عليه؟ لا، هو ما عندناش بقى. احنا ما عندناش الثقافه دي، بس انا عايز اقول انها تفرض علينا. أيوه. هو ده يفرض بالقانون. ليه؟ لان احنا ما تعودناش على كده. يعني انا كل واحد حر في زبالته. ايوه. لا، هو المفروض يبقى فيه القانون يطبق. أيوه. بيبقى فيه عقوبات للشارع اللي للواحد اللي قدام بيته فيه مخلفات. لا، بس الرحله طويله قوي على مدار انا فاهمه انها السنين الطويله، انها طويله. يعني يمكن مرت بانه بعض الشركات الاجنبيه جت ومشيت، وفضلت رسوم جمع القمامه على وصولات الكهرباء، ويمكن في بعض مناطق ما فيش طبعا. انا عارفه ان في تخبط، في تخبط قديم. واحنا مستمرين فيه. انا عايزه يعني اقول المواطن في النهايه هو عاوز يتخلص من قمامته، كلامك مش عارف ازاي. هقول لحضرتك، انا دلوقتي عملت انا وعي، انا وكل الناس اللي عندنا في العماره، وعملنا وعي، وحطيت وحطيت عينين صندوق بعينتين، واحده للمخلفات الصلبه، واحده يعني حاجه مثاليه للعضويه، وعملت كده. تخيل حضرتك، هو في بعض الاحياء المسائل دي تمت. ايه اللي حصل بعد كده؟ ان انا باخدهم وبربط دي لوحدها ودي ودي لوحدها، ويجي الراجل بتاع الزباله العربيه اللي بتلم يقلبهم كلهم على بعض.
ده كويس، ده لو الصندوق ما اتسرقش. فانا عايزه اقول هي المنظومه مش بس المواطن ولازم يبقى فيه، انا عايزه اقول البنيه التحتيه، مش بس ان انا اعمل حاجات في الارض وان انا اعمل يعني صرف صحي وميه وحاجات، لا ده كمان بناء الانسان، كمان بناء الانسان نفسه. الحقيقه محتاجين بناء الانسان من الاول، فالمنظومه لازم يبقى فيها كمان المواطن ويبقى فاهم، يبقى اللي واقف مش جايبين يعني في استهتار شويه في المراحل. أيوة. المراحل عايزه تتم باحكام شديد وعايزه رقابه شديده. في القانون الجديد المفروض ان هتبقى موجوده المراحل دي وفي رقابه عليها، وبيسمحوا لمؤسسات المجتمع المدني انهم يراقبوا كل جمعيه ولا حاجه تراقب الشارع بتاعها، بحيث انها ما يحصلش اللغط اللي احنا بنقوله. ما ينفعش ان واحد اللي بيجمع القمامه يروح يديها للنبيشه يرميها في حته معينه عشان النبيشه يشتغلوا عليها ويلموا عليها يعني وبعدين ياخد الباقي. هي عايزه رقابه، وما فيش مانع ان احنا يبقى في رقابه وفي تطبيق قانون عشان المنظومه تمشي كويس. والله يعني واحنا محتاجين ده. انا طبعا ما بقولش رايي الشخصي، انا اضطريت ان انا اتبنى راي مضاد لحضراتكم لان حضراتكم متفقين عليا. الفكره ببساطه انه يمكن انا لما سالت حضرتك من شويه او لما قلت من شويه هنتكلم عن البلديات او عن الاجهزه المحليه، هو مين اللي المفروض يجمع القمامه او المخلفات في مصر؟ السؤال الثاني، جميع القمامه ربما بيجمع من عند القمامه وانا ما اعرفلوش صفه، يعني شخصيته غير مثبته بالنسبه لي، ونسمع انه المناطق بتتوزع ان صح التعبير بتجار كبار بيقسموا الجمهوريه، فالمساله برضو فيها تخبط شديد يا دكتور احمد. طبعا يعني الموضوع لو بنتكلم مسؤوليه قانونيه وفقا لقانون المخلفات الحالي اللي هو يعني هو دلوقتي في بصدد تعديله اللي مسؤول عن منظومه القمامه والاجهزه المحليه. الادارات المحليه في جميع المحافظات هي المسؤوله، سواء بتنفذها عن طريق نفسها، وده المعظم حوالي اكثر من 85% من المحافظات بتنفذ عن طريق العماله المباشره بتاعتها او عن طريق القطاع الخاص، وده متوفر في بعض المحافظات القليله في مصر زي في بعض المناطق في القاهره ومحافظه اسكندريه. فده برضو من ضمن التحديات الكبيره، ان الحكومه لما بتنفذ بنفسها، اي حكومه في الدنيا هي حكومه في التنفيذ، هي ليست الحكومه بتنفذ بتنفيذ الامثل، هي حكومه فاشله. اي حكومه في الدنيا بتخش في مرحله التنفيذ ما بتبقاش اشطر من القطاع الخاص، دايما القطاع الخاص هو اشطر حد يقدر ينفذ اي منظومه. فانت لو حضرتك بصيت لما بتدي الاجهزه المحليه بتنفذ، بيبقى عندها بعض العماله الزائده، بيبقى عندها بعض العمال اللي ما بتقدرش تنفذ بطريقه تمام. فعاله تمام. بيبقى عندها عماله زايده تمام. طب انا هستاذن حضرتك لانه معانا هاتف وراي عبر الهاتف مع الدكتور صلاح هاشم استاذ التنميه والتخطيط. دكتور صلاح تحياتي لحضرتك، وبما ان احنا بنتكلم في هذه الحلقه عن منظومه اداره المخلفات الجديده المرتقبه في مصر اللي بتستهدف الحفاظ على البيئه والصحه العامه، واللي بتقوم الدوله على التخطيط ليها والتنفيذ ليها، بتخليني افرض على حضرتك او اسال حضرتك سؤال مفروض علينا، ايه الوضع الامثل يا دكتور صلاح لجمع القمامه قبل العمليات الاخرى اللاحقه على موضوع الجمع؟ اول طبعا بحيي حضراتكم على اختيار يعني هذا الموضوع الحيوي. اهلا بك. وعايز اقول انه مساله القمامه هي مشكله بس في مصر، ولكنها هي بتشتغل بشكل كبير جدا في كثير من المجتمعات المتقدمه. يمكن هي مشكله اللي انا بتكلف الدوله كتير، لكن عمليه ثقافه استغلال القمامه وبدءا من عمليه الجمع ثم عمليه الفارس ثم عمليه الاستغلال، للاسف كل هذه المرحله تحتاج الى منظومه مستقله بدءا من الجمع ووجود تجار معينين يحتكرون مثل هذه التجاره. عشان كده انا سالت حضرتك عن الوضع الامثل، هل الدوله ممكن تستفيد من هذه المنظومات الفرعيه وتوظفها بشكل مثلا قانوني او بشكل مسيطر عليه، ولا الدوله يبقى لها ادوار خاصه بيها وتسيب الادوار الاخرى للانشطه الاهليه وللاستثمار الخاص مثلا؟ في طبعا في بعض المحليات لها دور كبير جدا في عمليه الجمع، يعني عمليه اساسيه عمليه الجمع يجب ان تشتغل بشكل كبير من خلال اجهزه الدوله المختلفه. نعم. لكن مرحله الفارس ومساله الاستغلال يجب ان تخضع للقطاع الخاص، وهناك شركات متخصصه في ذلك وتحولها سواء الى طاقه بديله او منتجات اخرى، لكن الدوله يجب ان تكون شريك اساسي بدءا من عمليه جمع هذه القمامه زي ما قلت، ثم عمليه الفارس ثم عمليه التصنيع. تقديم تسهيلات للمستثمرين
في هذا القطاع على وجه التحديد المستثمرين اللي بيحتاجون الى تخصيص اراضي معينه او حق انتفاع ثم المنتجات القائمه على استغلال المخلفات بنوعياتها المختلفه. مش بس بتكلم عن القمامه، لكن هناك المخلفات انواع كثيره جدا حتى بما فيها المخلفات الزراعيه وما يترتب عليها من مشكلات. بس اللي انا عايز اكد عليه ان يجب ان تعلم اجهزه الدوله ان عمليه استغلال هذه الموارد يجب ان لا يكون مشروعات ربحيه، هي مشروعات بيئيه واجتماعيه خدميه بالاساس، هي مشروعات خدميه بالاساس، لا يجب ان تكون مشروعات استثماريه، لكن في القمامه يمكن ان تكون خدميه واستثماريه في نفس الوقت، خدميه انها تخلص المجتمعات من المشكلات البيئيه المترتبه على هذه القمامه، ثم الاستفاده فيها في منتج يمكن الاستفاده به باسعار رخيصه وتلائم البيئه المحليه. هناك طبعا حتى المجتمع المدني دكتور صلاح في هذا القطاع. حضرتك قلت كلام كتير مهم جدا، ومن بينه طبعا انه ممكن هذه المساله او جمع هذه المخلفات يكون مساله خدميه ويكون مساله في نفس الوقت استثماريه. نعم. اذا كان ده دور الدوله، يعني دور الدوله مهم جدا في المنظومه ديت، والتجربه اثبتت ان احنا ما نقدرش نتخلى عنه، ومعظم دول العالم النهارده بتتجه للسوق الحر اللي ممكن فيه الدوله تتخلى عن هذه المسؤوليه ويقوم بها شركات. لماذا فشلت كل التجارب في مصر سواء الشركات الاجنبيه او هيئات النظافه والتجميل او الادارات والاجهزه المحليه او الدوله او القطاع الخاص حتى في مصر اللي هو النشاط الاهلي او جميع القمامه من الـ من الـ من الـ من المواطنين اللي هم بيقوموا بهذا النشاط بشكل خاص، يعني كل هذه المنظومات غير ناجحه حتى الان؟ هو طبعا الدوله كانت لها تجربه، يعني اعتقد التجربه الهولنديه والتجربه الفرنسيه في استغلال هذه الشركات للتعامل مع مشكله القمامه، لكن لابد في محور مهم جدا للدوله وهو المحور المرتبط بالثقافه، وهي ثقافه المواطنين وكيفيه استغلال هذه المخلفات. جميل. بما ان احنا وصلنا لهذه النقطه دكتور صلاح، بما ان احنا وصلنا لهذه النقطه وحتى لا يضيق الوقت، ايه المطلوب من المواطنين حتى تقوم الدوله بعد ذلك بدورها كاملا؟ البدايه الاولى هو عمليات الفرز المنزلي، ان يتم فرز القمامه داخل المسكن ثم وضعه داخل صناديق القمامه اللي موجوده في الشوارع. لابد من توافر هذه الصناديق وتكون معزوله ومنفصله بحيث ان هناك. طيب ولو قلت لحضرتك ان في مخلفات اخرى، سامحني انا طبعا مش بتناقش مع حضرتك بوصفك مسؤول طبعا بلا شك، ولكن بوصف حضرتك استاذ للتخطيط والتنميه. اذا قلت لحضرتك ان جزء من المخلفات الاخرى ونسبه كبيره طبعا ما بتخرجش من البيوت، بتخرج من المزارع والمصانع وغيره، المشكله كمان في مثال من الامثله طرحته ضيفتنا الكريم معانا في الاستوديو الاستاذه سوزان زكي نائب رئيس تحرير الجمهوريه، وقالت لك عندما وفروا بالجهود الذاتيه صندوق فيه الفصل تم، بتيجي العربيات الخاصة بهيئات النظافة والتجميل بتقلب العربية الصندوق بالكامل كما هو. لا، ما هو لابد يا فندم السيارات المتعلقة بجانب القمامة أن تكون أصلا مجهزة لعملية الفرز، بحيث أنه العضوي يتم وضعه في العضوي المخلفات الصلبة في الصلبة. بس أنا عايز أقول حتى لا يكون هناك خلط المخلفات الزراعية غير المخلفات المنزلية، الموضوع مختلف، غير مخلفات المصانع، الموضوع مختلف، يعني كل قطاع من هذه القطاعات يحتاج إلى منظومة مستقلة ومختلفة، لأن طريقة المعالجة أيضا تختلف، وبالتالي العملية تبدأ، يجب أن تبدأ من مسألة المنزل أو الحقل أو قطاع الصناعة، ثم عملية الجمع والفرز، ثم عملية المعالجة، إن يجب أن تعرض عملية المعالجة إلى شركات استثمارية وقطاع خاص لاستغلال هذه المخلفات، وبحيث إن أنا أدي فرص يعني تشجيعية وتحفيزية للقطاع الخاص للدخول في هذا المعترك الصناعي بشكل كبير، وطبعاً الاستفادة من اليابان والتجربة الفرنسية والتجربة الهولندية في مسألة أنا شاكر جداً لك دكتور صلاح. أنا أستفيد كتير من الكلام اللي حضرتك قلته في استكمال النقاش مع ضيوفنا دكتور صلاح هاشم أستاذ التنمية والتخطيط، بشكرك شكر جزيل، وبعود لضيوفنا الكرام أستاذة سوزان يمكن من ضمن اللي قاله طبعا ضمنا ممكن نستنتج هذا الاستنتاج، ليه ما يكونش في صندوقين في الشارع، صندوق بلون معين مثلا للمخلفات العضوية وصندوق بلون تاني مخالف للمخلفات الصلبة، وتبقى في عربيه مخصصه لده وعربيه مخصصه لده. انا فاهمه، هي الدنيا يعني احنا لسه عندنا شويه، يعني احنا بنتكلم على انا لما قلت ان احنا
وصلنا لان المواطنين بقى عندهم وعي وبقى عندهم فرز، بقى عندنا مشكله كمان في اللي بينقل، فهي مش بس مشكله الصندوقين اللي موجودين. هي مشكله الكل على فكره، مش مشكله الدوله ولا المواطن بس. منظومه النقل والقائم على العامل اللي بيشيل لازم يبقى فيه عليه رقابه عشان يشوف. لا، هي المنظومه لازم الناس كلها تتنصح وكلها تتوعى وكلها يبقى عليها رقابه، عشان الناس تتنصح وتبقى ده وعي وده يبقى سلوك في كل الناس بالمظبوط. في الاول لازم يبقى في عقوبات، يبقى في وعي مجتمعي وفي في عقوبه، وعي وفي عقوبه علشان المسائل تتم بشكل منتظم. فبالتحديد المشاكل اللي حضرتك بتقولها دي جايه على المخلفات الصلبه اللي هي المخلفات المنزليه اكتر. يعني انت هتلاقي اللي احنا بنقوله ده، لو احنا اتنقلنا وقت من الحلقه دي ونخش في تفاصيل اخرى. اتنقلنا يعني الدكتور صلاح من ضمن الهاماته الطيبه لينا، احنا محتاجين اكتر من منظومه. بالزبط. يعني المصانع في مصر محتاجه منظومه خاصه بيها الى حد كبير. ويمكن على فكره المصانع الغذائيه غير كويس. المصانع كمان اللي هي ماشي. انشطتها ملوثه للبيئه زي الاسمنت او الـ طب او انا عايز اقول لحضرتك على حاجه في المصانع بقى. المصانع خاصه لو مصنع على مستوى عالي جدا وبيقوم بعمليات التصدير ومنتجاته يعني فائقه الجوده، ده بيشترط عليه عشان هو ياخد الكريدت ان المنتج بتاعه فائق الجوده وان ينفع الاسواق الاوروبيه تتفتح قدامه، لازم بيبصوا على كافه المراحل بما فيها المخلفات، الامن من المخلفات بتوديها فين. ايوه، فالى حد ما احنا عندنا مشكلتنا في المخلفات الصلبه بتاعت المنزليه اكتر. لو احنا اتنقلنا للمخلفات الزراعيه، المخلفات الصناعه دلوقتي ما فيهاش مشكله يعني بنسبه لان شويه القائمين على الصناعه غير حريصين على سمعتهم واسمهم برضه. بالظبط. طب الزراعه احنا بنشتكي منها ليه؟ ده مخلفات الزراعه كلها قابله للتحلل وللتحول الى كومبوست او سماد عضو الى حد كبير. ناخد راي الدكتور احمد في الحته دي على اعتبار ان هو طبعا قائم بالعمل. احنا دلوقتي بنتكلم طول الوقت على انه المخلفات يمكن الاستفاده منها كثروه في قصه ايه بقى؟ تاني احنا هنرجع نقول انها مش ثروه ودي معلومه كاذبه، بس في قصه ايه؟ انها ده ممكن تتحرق تطلع طاقه. يا دكتور احمد وحضرتك عارف الكلام ده اكتر مني. طبعا ده ممكن تتحول الى انها تتحلل فتبقى يعني الكومبوست اللي هو ممكن يكون مغذي للتربه الزراعيه في بعض المناطق يعني. لا انا مش هزعل حضرتك، لو بنتكلم عن المخلفات الزراعيه ممكن نعتبر المخلفات الزراعيه ذات قيمه عاليه تمام. ونقول ان هي ثروه ونتكلم براحتنا. انت مش هزعلني في الحته دي؟ لا لا طبعا. لا المخلفات الزراعيه لا طبعا بيطلع منها قيمه مضافه. المخلفات الزراعيه تحدياتها بس الاكبر التوقيتات، وان الاراضي الزراعيه مفتته مش اراضي كبيره مثلا زي الدول زي امريكا. بنتكلم مثلا بيبقى حد عنده 100 فدان او 300 فدان، فبتبقى التعامل معاها بشكل افضل. فهي ليها تحدي لكن ذات قيمه بس. ومؤخرا نقدر نقول ان الدوله ناجحه يعني الى حد كبير، نجحت اوريدي كمان ان هي عندها بقى عندها منظومه كويسه بالتعاون ما بين الوزارات المختلفه. ده تقصد في قش رز مثلا؟ يعني مثلا لو كان قش الرز، حطب القطن، برضه بعض الذره كلها المخلفات بشكل عام. تدخل في صناعه علف مثلا، حاجات كتيره يا فندم. يعني بيتم التخلص منها؟ طبعا بتتصنع مش هنقول كمان التخلص منها يعني يتم الاستفاده من جزء كبير منها. الحاجات اللي هي زي مثلا خلاصه القصب بعد مثلا تصنيع السكر، ما دي مخلفات يعني زراعيه صناعيه بقى ان صح التعبير، او مثلا مخلفات الطماطم بعد صناعه مثلا الصلصه. تمام. يعني كل المنتجات اللي قلنا بيتعمل فيها ايه بعد لو اتكلمنا على القصب، ما بتلاقيش سفير قصب، ما تلاقيش قصدي اللي هي مصاصه القصب موجوده. ليه؟ كل مصانع السكر يعني انا اشتغلت مع معظمهم بتشتغل كلها عندها، لا اما بيستخدمها بيعملها حاجه اللي هو بيسموه البجاز، بيستخدمه في الحرق في الغليات بتاعته كمصدر للطاقه، لا اما بيبقى جنبه دايما مصنع ورق. يعني كل مصانع السكر الموجوده من لسنه 20 جنب كل صناعه لب الورق، لا اما بيبقى جنبه مصنع مثلا للاخشاب اللي هي المخلفات اللي ماليه الشوارع. لا وبنتكلم مخلفات البلديه. لا مخلفات البلديه طبعا هي تحدي، لكن حضرتك بتتكلم مخلفات الزراعيه. لا مخلفات الزراعيه الوضع فيها افضل طبعا. الوضع كمان الاقتصادي اللي حصل مع تغيير سعر العمله خلى بقى فيه استفاده اكتر من المزارع، بقى بيستخدمها كنوع من انواع العلف او الماده المالئه مع الزياده في سعر الدولار وسعر العلف اللي بقى موجود. في نقطه ثانيه هرجع لك بيها حضرتك بعد الاستاذ سوزان ما تعطينا رايها فيها، فكره التخلص الامن. يعني ربما في مخلفات بتبقى شديده الخطوره طبعا. خلينا نتكلم على انه مثلا مخلفات المستشفيات بالظبط دي بيتم التخلص منها بالحرق جمله واحده بالظبط. افترض انه في مخلفات اخرى بتبقى محتاجه للتعامل معاها بشكل مشابه لده، مش بالحرق، ممكن بالدفن، ممكن بغيره. هو من متابعات حضرتك شايفه دوت متحفظ في مصر بنسبه معقوله الى حد ما؟ الى حد ما احنا عندنا مدفن
المدفن اللي موجود ده فيه عين منه للمخلفات الخضراء بتتحط فيه، لان هو حتى الحاجه بعد ما بتتحرق المخلفات الخضراء او المخلفات الطبيه طبعا في مكان في عين مساحه معينه ضمن المدفن الصحي موجوده للمخلفات طبعا في المناطق الصحراويه معروفه يعني طبعا بيتم معمول حسابه يعني تمام. يعني ما هو كمان من ضمن ان من ساعه ما بقت في وزاره للبيئه وبقى في شغل، بقى في شغل اللي كمان بيعملوا شغل على انهم بيخططوا كل المحافظات مصر كل الجمهوريه، يبقى عندها المدافن الصحيه الخاصه بيها طبعا. تمام. حضرتك خبير بيئي برضو مهتم بموضوع الطاقه، فكره التخلص الامن، لانه اضافه للي قالته الاستاذه سوزان في انه في مخلفات او في مدافن المخلفات مدافن صحيه على كل الخريطه المصريه، لكن اكيد في مخلفات بتبقى شديده الخطوره طبعا. بتحتاج دفن بشكل خاص بيها، وربما بنسمع طبعا انه كتير من الدول المتقدمه بتحاول دايما تصدر المخلفات شديده الخطوره للدفن في الدول الايه الناميه او المتخلفه او ما شابه ذلك يعني. فازاي في مصر بيتم التعامل مع الملف ده؟ احنا في مصر يعتبر برضه مخلفات التعامل مع المخلفات الخطره يعتبر من ضمن التحديات. يعني مصر كلها لو حضرتك تتخيل ان احنا ما عندناش غير مدفن صحي للمخلفات الخطره، مدفن واحد اللي هو مدفن نصريه في اسكندريه. يعني لو في مخلف خطر موجود في اسوان لازم يروح يدفن هنا، يدفن في اسكندريه. طبعا مؤخرا كان في خطه من لوزاره البيئه لانشاء اكثر من خليه دفن صحي للمخلفات الخطره، او انشاء نظام المحارق اللي هو يبقى فيه جزء بس، برضه حتى لو انت عندك محرقه لازم يبقى فيه جزء زي ما الاستاذ سوزان قالت، بيبقى فيه جزء الرماد لازم بيتم التخلص منه في خلايا دفن متخصصه. فلا ده تحدي، وتحدي برضه الدوله بتشتغل اكيد بتشتغل عليه، ولازم برضه بياخد من اهتمامنا ان هو ممكن يبقى حجم المخلفات الخطره هو حجم قليل ولكن نسبه خطورته اعلى على الصحه العامه وعلى البيئه. تمام. في ملف احنا فتحناه والحقيقه يعني احنا اتناقشنا فيه في برامج سابقه كتير عندنا في قناه النيل، الملف المتعلق بمخلفات مواد البناء. يعني احنا عندنا في مصر حركه البناء والنشاط العقاري والمعماري كبيره، وطول الوقت في انتاج منها، وفكره تجديد البيوت وفكره دهان البيوت، يعني طول الوقت النشاط ده، وطبعا هو نشاط مرتبط بانشطه كتير جدا طبعا انشائيه. والفكره انه مخلفات البناء كمياتها بتبقى كبيره جدا، يعني ممكن يخرج من شقه واحده ما يكفي لردم يعني طريق. الوضع الامثل ايه يا دكتور احمد في التخلص من هذه يعني المخلفات؟ هل استخدامها مثلا في ردم مثلا برك ومستنقعات؟ هل مثلا اعاده تدويرها وتصنيعها؟ لانه البعض بيقول لك ممكن نصنع طوب مثلا له صفات الطوب الطفلي او غيره من مخلفات البناء، يعني هل يلقى بها في الصحراء وخلاص؟ لا طبعا، ده ليه شقين زي ما الاستاذه سوزان قالت. في شق مهم جدا، الشق القانوني، القانون الجديد للمخلفات اللي عدوا يعني نخبه من الخبراء المصريين. قبل القانون مع احترامي ليك يا دكتور احمد مع عدم مقاطعه حضرتك، الفكره ايه؟ احنا مش عايزين نتكلم عن القانون لانه القانون يعني في منطق لدى المصريين في كيفيه مخالفته، يعني هو ممكن ياخد نقله مخالفات البناء من هذا الشارع وفي غفله من اي نظر في الشارع المقابل يرميها. المشكله تغليظ العقوبه دلوقتي على الكلام ده خالص. انا هوضح لحضرتك، احنا عايزين قبل ما ندور على العقوبه نعرف ازاي هيتم التخلص من هذه المخلفات. يبقى لها مكان قصدك. حضرتك بس المجال هوضحها، والموضوع ليه شقين. الشق الاول اللي هو على العقوبه على صاحب المخلف اللي هو ما ينفعش يرميه. بس انا حتى لو لو انا قلت له هتوديها لشخص معين او لجهه معينه، طب هل في سوق ليها؟ وده برضه القانون عليها. يعني لو بنتكلم دوله زي الامارات بدات في اوائل الالفينات عملت بعض مصانع تدوير مخلفات الهدم والبناء، طبعا كان عندهم ثروه يعني عقاريه كبيره زي تنميه كبيره جدا زي اللي موجوده في مصر. طيب هو دلوقتي لما عمل كده اكتشف ان برضه في مشكله، الناس ما بتروحش تشتري المواد المعاد تدويرها وبتشتري المواد الثانيه عشان هي ارخص. فعمل الماده اللي احنا حطيناها في القانون المصري اللي هو بصدد اصداره، ان احنا الزمنا المطورين العقاريين بنسبه معينه لازم يكون من منتجات اللي بتستخدمها في البناء من اعاده التدوير. يعني هم وصلوا في الامارات ل 30-40%، احنا مش هنوصل للنسبه دي طبعا عشان محتاجه مده. فقلنا لو حطينا نسبه 5% في صناعه ايه، السيراميك مثلا والطوب وكده؟ لا في البناء يا فندم، في البناء يا فندم. انت لما بتيجي يعني تعمل لما بتيجي تستخدم طوب، انت بيكون عندك مثلا 100 طوبه طبيعيه هتلاقي سعرهم مثلا 10 جنيه ال 100 طوبه اللي من عاد التدوير هيبقوا اغلى، عشان هو ال 100 طوبه الثانيين يا فندم اللي عاد التدوير اغلى مش ارخص، اللي انتاجها من عاد التدوير بتبقى اغلى ما بتبقاش ارخص. ايوه فانت هتروح تشتري الارخص. ايوه لكن لو انا حاطط لك نسبه بقول لك الطوب الطبيعي بقى بفرض يعني كان حضرتك بتقول هيتم الدمج، لازم يتم الدمج. طب لما تعمل دمج هتعمل سوق،
فحضرتك مش هتلاقيه في الشارع، هتلاقي في ناس بقت بتدور عليه وتاخده عشان تستخدمه في صناعاتها، مش هيرموه في الشارع، مش هيرميه في الشارع. ده الجزء الاولاني. في منتجات بحرات كتير جدا كتير جدا، يعني مثلا لو بنتكلم حكومه ابو ظبي، معظم الشوارع اللي هي ده على اختلاف مواد البناء اللي هي اقصد اللي هي مخلفات البناء، لانه اللي بيطلع من المنطقه دي غير اللي بيطلع من المنطقه هو دي، هنا بيطلع بلاط، هنا بيطلع محاره، هنا بيطلع حاجه، كل الحاجات دي بتحط في الاخر في خطوط انتاج، في حاجه اسمها كراشرز او كسرات. أيوه. بتكسر كل الحاجات دي، بتحولها زي بيبقى نسبه يعني رمل، يعني بيبقى رمل وبيتم استخدامه بقى، يتم استخدامه كعمل طوب، بيتعمل انترلوكس اللي بيتعمل في الشوارع، بيستخدم كنسبه من طبقه سلاج اللي بتتعمل في الرص. فعلا منظومة بتتطور كتير، وفعلا لو مصر فيها أكتر من منظومة لأكتر من خط لإدارة مخلفات مختلفة، ممكن كل ده يتم الاستفادة به، وساعتها أفترض أنه ممكن تتحول المخلفات إلى ثروة إن شاء الله. طبعا طبعا تتحول لثروة. لا نخلص منه. إزاي يا أستاذ سوزان ممكن إحنا كمصريين نستفيد من هذه المنظومات في توفير فرص عمل جديدة، ويكون عند الشباب يعني ثقافة ووعي إن هم لا يستنكفوا العمل في مثل هذا المجال؟ لا، هو لما لو لما زي ما قلت يبقى الدولة داخلة في المنظومة، وهي دلوقتي اوريدي يعني الوزيرة مثلا بتعلن ان في بتشجع، ياسمين فؤاد بتشجع ان يبقى في فرص عمل للشباب، لو في مجموعة من الشباب اتجمعوا مع بعض بيبقى لهم يعني كريدت اعلى مثلاً كل ما مجموعه الشباب اتكونوا، كل ما كان العدد اكبر، كل ما كان ليهم فرصه اكتر ان احنا نوفر لهم فرصه العمل وننظم لهم المنظومه. تمام. دي فرص عمل. تمام. يعني هم بيعملوا من خلال الحكومه، من خلال كل المحافظات. تمام. هي اللي بتقوم بالعمل ده، هي المفروض ان كل محافظه بتعمل، لان كل محافظه ليها نوعيه من المخلفات مختلفه عن الاخرى. صحيح. وكل واحده عارفه الزراعيه والصناعيه والمخلفات الصلبة، فدي فرص عمل، وهي عمر ما هيبقى فيها يعني الشغل اصلا ما فيهوش استنكاف، ما فيهوش عيب في الشغل بالظبط، بالعكس هما بيقوموا بعمل جليل. بس عارف ذوق المصريين، يعني فكرة التعيين في الوظائف الحكومية او الثابتة او الوظائف المريحة اكتر، يعني او الوظائف العائدة اكبر. الشباب اختلف دلوقتي، وبمناسبة شركة الشركات المخلفات اللي موجودة دلوقتي، فيه كتير من الشركات بتقوم دلوقتي على توليد طاقة. نعم. ودي حاجة معمولة على مستوى عالي جدا، وبتدي مرتبات عالية جدا. وفي الاخر هم بيلموا ايه وبيعملوا ايه، بس المنتج بتاعهم شكله ايه. كويس. حلقة كانت جميلة، وانا بشكر حضراتكم شكر جزيل، شرفتونا النهاردة في وجه الصحافة. استاذة سوزان زكي، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية والمسؤول عن ملف البيئة بجريدة الجمهورية، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. والشكر موصول لحضرتك ايضا يا دكتور احمد خليل، الخبير البيئي بالمركز الاقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، شرفتنا وشكرا جزيلا لحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك، شكرا يا فندم. الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعة هذه الحلقة من برنامج وجه الصحافة، على امل اللقاء في الاسبوع القادم بمشيئة الله. دمتم في امان الله، والى اللقاء.